رحلت الفنانة أمينة رشيد يوم 26 غشت 2019 إلى دار البقاء عن عمر ناهز 83 سنة بعد صراع طويل مع المرض. أمينة رشيد تعتبر من المغربيات الأوائل اللواتي اشتهرن في مجال التمثيل. قدمت قيد حياتها ما يزيد عن 60 عمل مسرحي ضخم، وشاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية منذ سنة 1962، كما قدمت أكثر من 3000 عمل إذاعي بين مسرحيات وتمثيليات ومسلسلات وأعمال تلفزيونية. الراحلة المزدادة بالرباط يوم 11 أبريل 1936 بدأت مسيرتها الفنية بالمسرح والإذاعة الوطنية في أوائل الستينيات، وتجسدت انطلاقتها الفنية الأولى من خلال عمل إذاعي بعنوان خليهم في قهوتهم وفي برنامج مشاكل وحلول، كما شاركت في عدد من الأعمال السينمائية من أشهرها البحث عن زوج إمرأتي عام 1993 وللا حبي عام 1996 ومصير إمرأة سنة 1998 وفيها الملح والسكر وما بغاش تموت عام 2000 وملائكة الشيطان وغيرها من الأعمال الناجحة. وكانت الراحلة فقدت زوجها عبد الله شقرون الكاتب والمؤلف المغربي قبل حوالي سنتين، وهو الذي أنجز السيرة الذاتية لزوجته الفنانة الراحلة أمينة رشيد. وفاة الفنانة أمينة رشيد خلفت صدمة كبيرة في الوسط الفني المغربي والعربي. إن لله وإن إليه راجعون.